خلينا بقى دلوقتي ننتقل لبعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي ونروح لاحتفالات النادي الاهلي اللي هي مستمره حتى هذه اللحظه بالمولد النبوي الشريف، وكان في يعني اقاموا هناك حفله رائعه جدا لفرقه المرعشلي للانشاد الديني. خلينا نتابع جزء ونرجع نكمل. والله صراحة نحن حفلاتنا كثيرة في مواسم المولد، في مواسم رمضان، حفلاتنا كثيرة مع كثير من الأماكن العامة والخاصة بالقاهرة أو خارج القاهرة، لكن تحديدا النادي الأهلي له حالة خاصة بصراحة. نحن عندنا كفرقة، يعني أنا عم أقول لك كفرقة، نادي الأهلي له أجواءه الخاصة، له حضوره الخاص، الناس مختلفة بصراحة بحس أنا. فأنا يعني بكون مسرور لما بيقول لي أخويا صفوان إنه هو المدير الإداري، بيقول لي عندنا بنادي الأهلي مثلا بالجزيرة، عندنا بنادي الأهلي بتاع مدينة نصر أو الأفرع الثانية، أنا فعلا أنا بكون مبسوط لأنه حفلات نادي الأهلي مميزة بصراحة. أنا بالنسبة لي كثير، ويمكن ما في مشاركات كثير زي ما بيكون في نادي الاهلي بسم الله ما شاء الله. فانا في غايه سروري لما اكون بنادي الاهلي بصراحه. يعني طبعا احنا متعودين كل سنه يعني لازم في المناسبه الجميله دي نعمل حفله تليق بالاعضاء وتليق بالنادي الاهلي، والحمد لله النهارده قامت زي ما انتم شفتوا كده، وفي اقبال كبير جدا في النادي، وان هو بالذات جاي يوم خميس والجو جميل جدا بوجودكم طبعا معانا. اولا التنظيم ممتاز جدا، هم كانوا واقفين والناس لما جاتش ما كانش في زحمه ولا تدافع، القعده حلوه جدا. احنا مستنيين من السنه للسنه، يعني عايز اقول لك ان انا مامتي وحماتي كلنا جايين نقعد، اليوم جميل جدا مبهج، هم عندهم قدره ان يعملوا جو لطيف جدا في النادي، اليوم اكتر من رائع، شابوه لكل واحد اشترك فيه من اقل واحد لاكبر واحد، بجد شابوه. يعني فرقه المرعشلي من الفرق المميزه طبعا جدا ومعروفه، وجت اكتر من مره النادي، وزي ما احنا شفنا الحضور كان حلو النهارده واليوم كان لطيف والدنيا كانت حلوه يعني، والحفله كانت جميله. تنظيم هايل، وبنشكر العلاقات العامه جامد بصراحه، والحفله دي احنا بنستناها من السنه للسنه. وبعدين هي فيها مشكله واحده بس، اني بقعد اعيط من كتر جمالها ومن كتر ما الواحد بيحس بالروحانيات فيها، روحانيات هايله هايله هايله. وفرقه المرعشلي دي يعني بصراحه بتدينا احساس كده بالروحانيات هايل. وبعدين احنا بنشكر اداره النادي وبنشكر العلاقات العامه على بصراحه يعني بيسعدونا كل سنه بالحفله دي. فيك